السيد احمد الرفاعي مؤسس الطريقه الرفاعي نسبه ونشاته ودعوته وكرامته واثاره تاليف السيد والسيد هاشم السيد احمد الرفاعي فيد الامام وخادم الطريقه الرفاعي سوى الكويت وزير النائب السيد مصطفى الندوي الرفاعي من علماء الهند وشيوخ الطريقه قدم له الكتاب العلامه الداعي سيد الشيخ ابو الحسن الندوي الحسين رحمه الله الالف الوالد سيد الرفاعي والحين بنته ندى السيد ساشم الرفاعي هلا والله حياكم الله جددت الطبعة اسمعوا اقرأوا من ارث جدكم يقول فضيلة الانكسار اي سادة من طرق الباب بالخضوع فتح له بالقبول ومن دخل الرحاب بالانكسار جلس في بيت العزة اي سادة الطرق الى الله بعدد انفاس الخلائق واني لم ارى اقرب واوضح وايسر واصلح وارجع من طريق الذل والانكسار خوش خط كبير والخضوع والافتقار حياكم الله ومن وصل وما وصل المقربون الى الكشف والمشاهد الا بترك الاختيار وكثره التواضع والانكسار من علم ما يحصل له هان عليه ما يبدله ما استقام من استقام بنفسه استقام به غيره كيف استقيم الظل والعود والعود او عوجه الفقير اذا كسر نفسه وذل وانداس واحترق بنار الشوق والصدق وثبت في ميدان والاستقامة بين يدي الله تعالى صار معدن الخيرات ومقصد المخلوقات وصار كالغيث أين وقع نفع ويكون حينئذ رحمة وسكينة على خلق الله تعالى هذه المراجع سبحان الله يعني هو يقول بذلت نفسي ولم أترك طريقا إلا سلكته وعرفت صحته بصدق النية والمجاهدة فلم أجد أقرب ووضح وأحبه من العمل بالسنة المحمدية والتخلق بخلق أهل الذل والانكسار والخيرة والافتقار كان الصديق الأكبر السيد أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول الحمد لله الذي لم يجعل الوصول إليه إلا بالعز وما أقبح الصوفي البطال يدعي الزهد وعينه في المال غده ممدودة للسؤال ليس من الهمة أن يرى الرجل نفسه أخاذا بل ما الهمة أن يرى الرجل نفسه معطيا سفل اليد أصعب من قطعها احترف بما تصل إليه قوتك ابلغوا إمكانك أدنى حرفة من الأعمال والصناع فيها ولو فهمت أشرف صفة درج عليها أهل الهمم وهي الترفع عن نوال زيد وعمرو ركونا إلى كرم الله سبحانه قال رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه لا تصبح جميع الأنبياء كما سبت عليه الملائكة أن الله يحب أن يرى عبده تعبا في طلب الحلال انسجوا وشي صنعاء وبز فارس الله وخز إشبيلية بين سواري أروقتكم بهذه القرية واجمعوا بين صناع العرب والفرس والروم تصدقوا من كسبكم على أخوانكم حلالا طيبا ولنا تكمل وطوي الكتاب وإلى الأمام يا صوفية ارفعوا شكرا.